ألف مبروك لنادي الأهلي، مباراة قوية جدا، شفتيها ازاي؟ بحب الأهلي جدا وبجد مبروك على الأهلي، خد أربعة. نفسي أشكر صحابي كمان الأربعة دول، يا رب إن شاء الله فايزين، أنا بحبهم يا رب إن شاء الله. الشناوي وعلي معرور وكهربا وعلي شوراية، يا رب إن شاء الله أفرح بهم، يا رب يا رب أفرح بصحابي. ألف مبروك طبعا للنادي الأهلي أكيد كابتن أيمن، بجد شفت الفرحة موجودة هنا في فرع نادي الأهلي الشيخ زايد، موجودة في كل مكان طبعا. ألف مبروك مرة تانية وعودة ليك يا كابتن.